ومرحبا فيكم في فيديو جديد من قناة ببلاد الرؤي. اليوم عندنا نزال بين فريق أول دفعة بلابل من توي برو ضد فريق ممكن اسمه الأبراج الأشرار. إذا بتتابعوا الأنمي أكيد راح تفهموا علي، فخلونا نجرب قوة هالبلبلين الجداد لأن لسه ما اختبرتهم كتير. فبالجولة الأولى عندنا الشجاع المهند والجوكر الحكم. أوف أوف أوف، الجولة الثانية اكثر بلابل اللي بنعملهم بيرست بهذا الجزء. اوكي ممكن هلا نعتبر هاي اول جوله 2-0 للجوكر. طبعا اذا عجبك هذا الفيديو بسرعه انزل حط عليه لايك، والمش مش مشترك بالقناه يشترك ويضغط على زر احمر اشتراك سبسكرايب وسبنا ويفعل الجرس ويكتب كومنت اذا بحب. اوكي 2-1 الجوكر، انتبه من الشجاع المهند. اوكي هي تحتسب نقطة للجوكر بس الشجاع حب يخسر حاله يثبت انه هو اضعف ويعمل لحاله بيرس. بس اوكي ممكن يعتبر الجوكر هو الفائز بهذا الجولة، والجوكر هو صراحة اقوى شوي. درايفر الظالمة تنين البارع والكاسر المتأجج او المجنح. اوكي اوكي خلونا نشوف شو راح يصير. يلا التيميت ريبوت اشتغلي التيميت ريبوت. ايوه اخبطي العدو اللي بالنص. مش عارف في كم نتيجه الجوله الاولى، كانه التنين اظن اخذها 1-0 يعني. ما حسيتها كان جوله حلوه بس انه هيك جوله، كان التنين فاز التحمل عشان هيك خلونا نطلعه هو بالاول. يلا اضرب التنين. اوكي ثابت. اوه رجع كم باك. بحس 2-1 النتيجه. اوكي ذكرني بحصان الجموح من نزلات المعارك الحديدية. حبيت الحركة اللي عملها عدو قوي بس التنين البارع برضه شوي ثابت يعني مش سهل الفاز. اتوقع نقطة للتنين البارع، فمبروك لفريق بلابل الدفعة الأولى اللي هو ممكن نعتبره الفريق الكويسين. الفريق ضدهم أنا مستغربت إن جوكر يعتبر من الأشرار. الجولة اللي بعدها بلابل الدوران اليساري. براتن ضيع طاقته. اوكي نعكس الاطلاق. اكتشفت اني ما بستخدم نص اجهزه الاطلاق اللي عندي، فليش ما استخدم هذا؟ صح في تبعك من طبعا. تابعوني على الانستغرام لتعرفوا شغله. خلينا نحكي كمان نقطتين ثلاثة او بالاحرى خلص فاز النزال، لكن تابعوني على الانستغرام لانه حيكون في شغله ما راح احكي عنها باليوتيوب، اللي باليوتيوب حيضلهم مش عارفين عنها فترة طويلة. وتلميح صغير، اليوم تاريخ مثلا 19/9 يوم الاثنين عم بصور هذا الفيديو، بس راح ينزل الاسبوع الجاي كانه. بس خلينا نعمل كمان جوله عشان ما نظلم البراثن. يعني البراثن مشكلته المصيبه تبعته اذا لعب ضد شيء يساري كثير ثانوسيه. فكنت احكي انه اللي حيكون متابعين على الانستغرام حيعرفوا شو حيصير شغله. اخر جولة راح تحدد مصير اذا في تعادل ولا لا. الحصن المسلح ضد رجيليا جينيسيس، هيك اسمه. اشتغل درايفر الالكتروني والضربات القوية عم تتوالى ورا بعض، واحتمال في بيرست ليخسر الحصن. والدرايفر الالكتروني يتحمس ويفوز. على فكرة اعطاه شوي دفع الدوران، هيك مرات بعطي مثل ما صار باخر جولة. يلا الحصن ما تطلع برا الحلبة. ما بعرف ليه بحس الحصن المسلح كانه تطور للحق المتجدد، هلا اكتشفت هالشغله. في كانه جو، شفت لما يكون راكب على اخر كليك بحسه بصير غير متوازن. مبروك للبلبل الالكتروني. وللاسف ممكن نعتبر النتيجه هو 3-1. اوكي هلا هذا الفيديو كمان ممكن نعتبره هو مقارنه بين اول بلابل جي تي نزلت مع اخر بلابل جي تي نزلت، مع ما قديش فرقت قوتهم. وفعليا اكيد كل ما يجدد بيصير في بلابل اجدد وتقنيات اجدد واشياء اقوى. انتم شايفين هدول هم الاثنين صراحه كانوا لهم شركاء بالنجاح والقوه، مع انه هذا خسر يعني، بس انه هم اعطوا دفعه للفريق. بحس التنين البارع هو الوحيد اللي اعطى دفعه من هذا الفريق، الباقي كلهم للاسف يعني هذا فضحنا هذا فضحنا هذا كمان فضحنا. فبس بشوفكم بالفيديو الجاي، لا تنسوا فيديوهاتي الثانيه. وفيديو اليوم قصير خفيف لطيف حلو انيق ابصر شو. ف يس بشوفكم بالفيديو الجاي.